اليوم أنا جد مسرور بالمشاركة في أسبوع إفريقيا للحلول، يعني انسجاما مع السياسة التي نهجها المغرب في يعني تبني تشجيع الطاقات المستدامة، ويعني الاستغناء عن الطاقات الأحفورية والنقص أو تخفيض من البصمة الكربونية لمجموعة من الأنشطة الصناعية والتكنولوجية. دونك جينا احنا حتى حنايا كنقدموا الابتكار ديالنا أو المساهمة ديالنا، ولا هي عبارة عن دراجة كهربائية ذكية، يعني كتخدم بالطاقة الكهربائية، وهي أول دراجة كهربائية اللي كتحتوي على اون بواطا فيتاس ولا علبة السرعات، بحيث ممكن نبدلوا نغيروا السرعات ديال الدراجة الكهربائية بطريقة عادية بحال السيارة الكهربائية. وهذا الاختراع هو اختراع محمي ببراءة اختراع، وعنده علامة تجارية مسجلة لدى الأولمبيك، دونك وعنده مجموعة من الميزات، كأنه كيخفض من الطاقة الكهربائية المستهلكة، كيخلي أن الدرجة الكهربائية تكيف مع طبيعة الطريق وطبيعة الحمولة المشحونة في الدرجة الكهربائية، الشيء اللي كيقلص من الطاقة الكهربائية بيان سور، كما أن عنده مجموعة من الميزات كالحماية ضد السرقة، ممكن ان هذه الدراجه الكهربائيه اننا نديروا لا بيرسوناليزاسيون ديالها، ولا الشخص اللي كيسوقها هو اللي يقدر يشغلها اما عن طريق البصمه او عن طريق بطاقه الكترونيه اير اف اي دي، كما انها ممكن انها تروسيكلي ولا تحول داك الاهتزازات الميكانيكيه للدراجه الى طاقه كهربائيه يمكن تخزينها في البطاريه للمساهمه في ترشيد الطاقه الكهربائيه.